أحلامي في هذه الحياة أن ألعب مع البرازيل. واليوم كرة اللعب لصالح المنتخب الإيراني، محاولة إيرانية للمرور ولكن تياغو سيلفا أبعد الكرة الماضية. بث الحماس في نفوس لاعبيها، كرة اللعب إيرانية ولكن الكرة تبعد في اللقطة الماضية وتتخلص من تياغو سيلفا. ثلاث مرات إيران تواجدت في بطولات كأس العالم، الأولى في 78 وفي 98 والتواجد الأخير في 2006، وغابت عن بطولة جنوب إفريقيا. المنتخب الإيراني الذي لعب تسع مباريات على مستوى بطولات كأس العالم، فاز في مباراة على منتخب الولايات. البرازيل تتقدم، وتعودنا نقول دائما وابدا البرازيل تتقدم، يعني ما هو شيء غريب لأن منتخب كبير وهي عادات الكبار. من يمارس الضغط على الآخرون، تياغو سيلفا تسديدة قوية والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لصالح المنتخب الإيراني في الكرة الماضية. الآن كرة إلى الأمام لصالح منتخب إيران في الطرف الأيسر، ولكن الكرة تعود لديفيد لويس طرف الأيمن لصالح منتخب إيران. نقلة في الجهة اليسرى، محاولة إيرانية، الكرة الماضية فيها خطأ لصالح المنتخب البرازيلي. كريم اللاعب رقم 10 هو اللي حاول، ولكن الكرة إلى خطأ القدم. ولادة للنجوم، للمواهب، منبع السحر الكروي. ضربة ركنية لصالح أو خطأ، والكرة لصالح المنتخب البرازيلي. خطأ لصالح المنتخب البرازيلي أو ركلة مرمى في اللقطة الماضية. علاقة